السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. ومرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ حليمه الفيلالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم وجبه سريعه سهله لذيذه بزاف بزاف، كتجي ولا اروع وكتعجبكم كاملين الا جربتوها. فبقاو معايا نشوفوا تفاصيل التحضير ديالها من اول هذا الفيديو للاخر ديالو. كناخدو توم، توما لي مفرومة، جوج فصوص أو ثلاثة على حساب الكمية ديال الدجاج لي غنديرو، معلقة ديال الموطرد أو الخردل، وبالنسبة للحرور غادي نديرو على حساب الذوق. أنا راه غدرتني وفضلي بزاف، فغادي نقصو طبيعة الحال، وكيبقى على حساب كل واحد واش كيبغي الحرور كتير أو لا قليل. أنا درت الهريسة، وغادي نزيد التوابل وطبعا الملح لي كيبقى على حساب الذوق. وردو بالكم لي تكونو رقدتو الدجاج بزاف الملحة، كنديرو الكمية ونردو البال. غادي نزيد التحميرة أو الفلفل الأحمر، تقريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة مزيان أو معلقة كبيرة ممسوحة. بالنسبة للخرقوم فكيبقى طبعا غير اللون، ديرو كمية قليلة أو كثيرة على حسب الذوق ديالكم، ماشي مشكل. المهم أننا نديرو التحميرة، شوية الخرقوم، سكينجبير كيكون كثر من البزار، وكنزيدو البزار في الأخير. هادو هما التوابل اللي غادي نديرو فقط. ممكن تزيدو الا بغيتو بودرة ديال التوم، ممكن تزيدو التوابل على حسب الرغبة، يعني تكون مخلطة ديال الدجاج اولا ديال الحوت اللي بغيتو. انا اكتفيت بهذا القدر فقط. صافي، نزت درت سكينجبير، درت البزار، وناخدو العتاية الاعتبار اننا غنديرو الشعرية من بعد، فتكون العطرية يعني بزايد. غادي نخلطو هاد الشي ونزيدو شوية الماء باش تخف لينا، وسهل علينا اننا ندهنوها الدجاج اللي كنخليوه بالشده ديالو، كنكونو غاسلينو قبل بالحامض وبالملحه وكلها بطريقه كيفاش كيقصدو، يكون على شكل قطع. عندت القطع اللي كانوا عندي في الثلاجه يعني معاهم حتى جنيوحات، فكان قطع متنوعه وكميه اختياريه. صافي، غنخلط الكل مزيان، ممكن نخليوه مشرمل من قبل او ممكن نديروه مباشره يطيب. انا مباشره درتو في الكوكوط باش غادي نطيبو، ما نحتاجش انني نخليه لان غيطيب على نار مهيله، فغادي يجي لذيذ وغيتشرب مزيان ديك العطريه اللي درنا ليه. كنديروا كوكوط او طنجره ديال الضغط، ونزيدوا واحد الحبه كبيره او جوج ديال البصله. عندي جوج متوسطين اللي فرمتهم، ممكن ديروا من التحت او تخلطوه مع الدجاج ماشي مشكل. وطبعا نزيدوا زيت زيتون او زيت نباتية، او نخلطوهم بجوج. ممكن نزيدو شوية ديال الزبدة الا بغينا، او شوية ديال السمن. غندرت غير زيت الزيتون فقط، وغادي نغلقو عليها ونخليوها يعني نحسو بها بدات كتصفر. نقصو العافية مهيلة نص ساعة، او لا كان قطع صغيرة غير 20 دقيقة، نفتحو عليها كنلقاوها طابت وطلقات الماء ديالها، ما غتحتاجش نزيدو نهائيا الماء، غير العافيه تكون مهيله. في هذه الاثناء غادي نديروا الماء كيغلي باش نديروا فيه الشعريه. انا استعملت الشعريه ديال الروز، هي احسن من الشعريه الصينيه. الكميه على حساب الرغبه، درت تقريبا واحد جوج قطع 200 غرام، يعني كيعجبنا اننا كناكلوا فيها بزاف، وانتم كيبقى لكم حسب الرغبه. غنخليوها يعني نطفيو العافيه طبعا، ما نخليوش كتسلق، غير نديروها في الماء غليان ونغطيوها ونخليوها تقريبا 4 حتى 5 ديال الدقائق. هي كتاخد شويه ديال الوقت ماشي بحال الصينيه. وعاد نصفيوها من الماء ونقطعوها لقطع صغيره بمقص، وكنكونوا موجدين باقي المكونات اللي هما الربيع يعني قزبور ومعدنوس، المعدنوس كسر مقطعين رقاق، وزيتون مقطع، الزيتون الخضر بالعظم مقطع حتى هو قطع صغار. صافي، كنحسو بالدجاج ديالنا طاب، كنطفيو عليه وكنزولوه. كيما لاحظتو طلق الماء بزايد، كتجي هاد المريقه لذيذه بزاف. كنحيدو دوك الدجاج ونوضعو بحال هكا فشي حاجه باش نخليو غير ديك المرقه هي اللي غادي نردوها فوق النار تطيب مع الربيع غير واحد الشويه. ممكن في هاد المرحله نزيدو كبده ديال الدجاج اللي عندنا، ولا بغينا نزيدوها طبعا، يعني كيبقى الاضافات اختياريه. صافي، نصفيوهم مزيان من المرقه
وكيف قلتي الا بانت لكم مرقه كثيره خليوها شويه تشحر، ما تكونش كثيره اكثر من القياس، وفين تبقى لان مازال غنزيدوا فيها الشعريه باش تتشرب هذيك العطريه وتجي حتى هي بنينه، ما تجيناش يعني باسله. والربيع راه تيكون بزايد، واحد القبيطه صغيره مخلطه بين المعدنوس وشويه القزبر والزيتون كما لاحظتوا، درت واحد زليفه صغيره اللي كنكونوا طبعا غسلناه. غير نحسوا بداك الربيع بدا كيدخلوا الطياب واحد شويه، مابقاش لونه خضر 100%، وكينقص ديك المرقه كنزيدوا الشعريه وكنخلطوا وكنخليوها واحد شويه حتى كنحسوا بها نشفات وشربت. هي اصلا كتشرب بطغية ديك المرقه يعني كتشربها، كتاخذ داك المذاق وندوقو. الا بان لينا ناقصه العطريه نزيدو واحد شويه، يعني بحال هكا الحرور، يعني ما تجيناش ديك الشعريه باسله. الا كنا في اللون نقصنا نزيدو دابا ملحه اولا شويه ديال السكنجبير والتحميره، ماشي مشكل، ولا بزار. انا زدت شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم على حساب اللون، وطبعا شويه ديال الملحه غير شويه. ندوقو متخافوش راه طايب كلشي، وكنخلطو ونخليو غير الجهد اللي نحسو بها. صافي بدات كتشحر غير واحد شويه كنطفيو عليها وكتكون جاهزه مباشره. كنديروها فواحد الانيه او اناء اللي كيصلح انه يدخل الفرن، وممكن يعني نخليو هذا الشيء يعني نديرو الشعريه ونحطو فوقها الدجاج ونخليو حتى نبغيو نقدمو لها هذه الوصفه كتوجد، اولا هذه الاكله كتوجد بسرعه وكتجي لذيذه خصوصا دابا في الصيف، فتنفع بزاف كاكله سهله خفيفة. صافي غادي نوزعها بهذا الشكل وندير قطع الدجاج اللي كنا صفينا من قبل وندخلوهم يتحمروا بجوج بهم في الفران. انا استعملت فرن كهربائي فدرت فرفاره وخليتهم كيطيبوا من التحت ومن الفوق. فرن غازي فغتحمروهم غير من الفوق على ما تشوفوا الدجاج بدا كيتحمر وكيشد اللون. صافي ممكن هنا نكون دهنوا هذا الدجاج بالزبده او الزبده مع الكيتشوب، المطارد والكيتشوب، المطارد والزبدة أو السمن اللي بغيتو باش يجيكم لون زوين. صافي من يتحمر نشجعو نشوفو الشكل النهائي ديالو وكيفاش كيجينا بعد ما كيتحمر. كيف قلت من قبل ممكن نخليوه هكدا حتى نبغيو نقدمو وندخلو الفران ونقدموه هو مازال سخون. كيجي هائل لذيذ بزاف خفيف وغادي يعجبكم بزاف بزاف، واكيد ساهل، راه ساهل بزاف التحضير ديالو. ممكن ديروا الكميه نتوما اللي بغيتو، قدموه مع سلطات كيف ما كانت. درت غير سلطه عاديه ديال الخس والخيار ومطيشه وشويه ديال الزعلو كان بقالي من البارح، فكيجي ولا اروع. جربوا الوصفه وردوا عليا الخبر. شكرا لكم دائما على دعمكم والتشجيع المستمر، والى اللقاء في فيديو وفي وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.